أما في المواجهات الأخرى التي جمعت فريقي سبيتيا وتورينو، فتمكن تورينو من الفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء. الهدف الأول الذي سجله فريق تورينو كان عن طريق النيران الصديقة، عن طريق وينيفيسكي. الهدف الثاني جاء في الشوط الثاني عن طريق سامويلي ريتشي في الدقيقة 72. أما ثالث الأهداف فسجله إيفان إليتش في الدقيقة 76. وتمكن يان كارامو من تسجيل رابع الأهداف في الوقت بدل الضائع. في أشياء مشتركة.